المصانع الخضراء هو عنوان دورة تدريبية جديدة متجددة أقامتها إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة. اجتمع حواليها خبراء من الصحة، من الصناعة، من البيئة، من القطاع النفطي، ومن جمعيات النفع العام مثل جمعية المهندسين الكويتية وجمعية المهندسين الأمريكية. خلالها أردنا أن نتعامل مع خلق منصة. هذه المنصة ستصبح من رحمها ستولد قوائم ذات مرجعية لتطوير المصانع، بحيث أنها وإن كنا نركز على إنتاجيتها بس نؤكد على استدامة بنفس الوقت، بمفهوم أن يكون هناك منتج ومخرج صديق للبيئة، يعالج النفايات مثلا، يرشد في استهلاك الكهرباء والماء، وفي نفس الوقت يضع في عين الاعتبار أهمية الاهتمام بالبشر تماما مثل الحجر. وبالتالي نريد أن يكون هناك صحة وسلامة للعاملين في مثل هذه الأماكن، متطلعين أنه في ظل الوعي البيئي أن يكون هناك مباني خضراء ومصانع خضراء تأخذ في عين الاعتبار كل الأمور هذه. لا شك أن من المهم بمكان أن يكون هناك اهتمام بالبشر تماما مثل الحجر، وأن يكون هناك وعي بيئي. في ظل التحديات الآن نريد أن نرشد بالطاقة، نريد أن نرشد في المياه، نريد أن يكون هناك استخدام لمصادر الطبيعية مثل الإضاءة، مثل التهوية بدل التكييف وما إلى ذلك. هذه الأمور يجب أن تأخذ مساحة تأخذ بعين الاعتبار. هذا العنوان جديد لكنه متجدد، ومطلوب حقيقة أن تتكاتف كل الجهود بحيث أنه يصبح من حلم إلى حقيقة، ويصبح ثقافة عامة من خلالها نساهم باستدامة كل الموارد وبخلق ثقافة الاستدامة، ثقافة تضع بعين الاعتبار كل ما هو أخضر وصحي لصالح الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة أمال اليحيى، رئيس مكتب المدن الصحية في إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة. اليوم إحنا نشارك في تنظيم دورة تدريبية حول المصانع الخضراء. والموضوع المصانع الخضراء طبعا واحد من المجالات الهامة اللي ممكن من خلالها يتم تحقيق المحافظة على البيئة واستدامة الموارد، وأيضا جعل البيئة التي يعمل فيها الناس العاملين في مثل هذه المصانع بيئة داعمة للصحة. طبعا العلاقة ما بين المدن الصحية ووجود المصانع الخضراء علاقة وثيقة جدا. احنا نؤكد على ضرورة وجود استخدام للطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة، واستدامة الموارد اللي موجودة في البلد بشكل عام وفي الجانب التصنيعي بشكل خاص. ما في شك أن تطبيقات المصانع الخضراء سواء كانت في زيارة المساحات الخضراء، ترشيد استخدام الطاقة، الحمل البيئي لها المنخفض ومحافظتها أيضا على سلامة العاملين داخلها، من أهم المؤشرات أو الآليات اللي احنا نعتمد عليها في دعم العمل في المدن الصحية. وما في شك أن الكثير من الصناعات اليوم هي تقع ضمن نطاق المدن أو الأماكن اللي يعيش فيها الناس ويكبرون ويتعلمون، فيها مدارس وفيها مجتمعات قائمة. لذلك كان من ضروري جداً أن احنا ناخذ من بعض المعايير الخاصة بهذه المنشآت اللي لها علاقة بالصناعة، خصوصاً أن النقاش اليوم ما رح يتكلم فقط عن المواصفات البناء الأخضر أو المصنع الأخضر، لكن أيضا راح يتكلم عن ضرورة الاشتراطات والقوانين المعمول فيها في دولة الكويت. وهذا يعنينا أن إحنا عندما نتحدث عن أي أمر نجعل له الصبغة الوطنية، وهذا اللي إحنا نبيه حق مناطقنا في دولة الكويت. إحنا نتأمل الصحة والسلامة للجميع، وأن تكون مثل هذه الدورات وهذه اللقاءات تمد جسور التعاون بين القطاعات المختلفة، تجمع الناس من القطاعات المختلفة في مكان واحد عشان يصير في تبادل الخبرات وتبادل المعارف، ويقوم نشاط تعاوني تشاركي يكون ذات فائدة أكبر ومردود أكبر على صحة الأفراد والمجتمعات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مهندس عبد الله العتيبي، مدير إدارة المخلفات في الهيئة العامة للبيئة. حبينا نشارك بدعوة من وزارة الصحة، مشكورين المشاركة في Green Factories، وشنو كل واحد دوره في هالمجال هذا. احنا في بالنسبة لنا كهيئة عامة للبيئة احنا جهة رقابية، فقمنا بإصدار عدد من القوانين الخاصة
في المناطق الصناعية والحرفية ومتابعتها ومدى التزام المصانع فيها. طلع جميع المصانع أو المنشآت لازم تقدم دراسة مردود بيئي، ذلك في حسب قانون أو مادة 2 ل2015 لدراسة المردود البيئي ومدى التزام الجهات فيها. وقمنا إحنا في إعداد اللائحة التنفيذية مادة 18 قانون 2/2017 لما طلعت هاللائحة هذه وصدرت في الكويت اليوم، وتقسمت فيها إلى عدة قطاعات في صناعات بأنواعها، ومنها القطاع الكيميائي، القطاع المعدني، القطاع الغذائي وغيرها من المقاربة، بالإضافة للمخازن. كل قطاع له عدد من المصانع فيه والحرف، وكل حرفة وصناعة لها اشتراطاتها المعينة، اشتراطاتها البيئية التي يجب التزام المستثمر فيها، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة برعاية العاملين في المكان هذا اللي هي تبع الصحة المهنية، ممكن تراقب عليها أيضا. يعني في الجزئية هذه أنا فتهم بعد في النقطة هذه، ومدى متابعة الهيئة العامة للبيئة لهذه لتنفيذهم هذه الاشتراطات. عندنا قوانين، عندنا تنبيهات، وعندنا رقابة، ممكن يأخذون مخالفات، والمخالفات جسيمة إذا كانت الـ عدم الالتزام مضر في المجتمع أو مضر في حياة الإنسان أو للدولة أو للصناعات. هذا بشكل مختصر عن المؤتمر اليوم، وأنا سعيد في المشاركة هذه والهيئة العامة للبيئة، توجيهات من الشيخ عبد الله أحمد الحمود مدير عام الهيئة العامة للبيئة، دائما يوجهنا للنصح والإرشاد في المجال البيئي. شكرا لكم. معكم مدير الخدمات البيئية في مستشفى عالية الدولة. نحن اليوم في هذا المؤتمر لجرين فاكتوريز للتكلم عن الخطورة التي يعاني منها المجتمع الكويتي والبيئة التي وما يهدد البيئة في المجتمع الكويتي. يقوم هذا المؤتمر على عدد من المحاضرات للتوعية حول كيفية المحافظة على البيئة وكيفية العمل معا في المجتمع الكويتي للمحافظة على جميع المنشآت لتبقى منشآت ذات صلة بالبيئة وتبقى منشآت خضراء تحافظ على البيئة وتهتم بالبيئة وصحة المواطن وصحة البيئة، التي من خلال حفاظنا على هذه البيئة سليمة وصحية نحافظ بذلك على المواطن الكويتي وعلى أي شخص موجود في دولة الكويت، ونحافظ على استمرارية الدولة واستمرارية الطبيعة والبيئة الطبيعية داخل الدولة من خلال كل المشاريع التي نقوم بها لنحافظ على هذه الطبيعة. وتقوم هذه المواضيع على توعية جميع المنشآت من مستشفيات إلى منشآت صناعية إلى منشآت خدماتية، كيف بإمكاننا أن نحافظ على هذه البلاد وهذه المنشآت وتبقى لمدة أطول وتستمر طبيعتنا على ما هي عليه لمدة أطول، بعيدا عن التصحر وبعيدا عن جميع المخاطر التي ممكن أن تهدد بيئتنا. مصانع الخضراء في الكويت هي مبادرة مهمة جدا، هدفها الرئيسي الحفاظ على صحة الناس ومكافحة التلوث اللي ممكن ينشأ عن المصانع وكل ما ممكن تنتجه من ملوثات. عشان كده احنا حطينا المبادرة بتاعت مصانع الكويتية الخضراء اللي بتحمي أساسا البيئة من الملوثات اللي ممكن تأثر سواء على البيئة أو ممكن تأثر على الإنسان. مبادرة المصانع الخضراء بتشمل عدة محاور، أهمها الخبط في استهلاك الطاقة واستهلاك مصادر نظيفة للطاقة اللي ممكن نحافظ بها على البيئة. الجزء الثاني إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والاقتصاد في الاستخدام. المحور الثالث النفايات والانبعاثات اللي بتخرج من المصانع، بنحاول ان احنا نسيطر عليها ونكافحها. فالمحافظة على المياه، اقتصاد في استخدامها، إعادة تدويرها،
من أهم المحاور اللي احنا بنعتمد عليها ان يبقى المصنع صديق للبيئة. فالحفاظ على بيئة صديقة للعمل داخل المصنع والحفاظ على العمال في صورة صحية مناسبة بتمكنهم من العمل داخل المصنع وزيادة الانتاجية وبالتالي زيادة الاقتصاد القومي. المباني والإضاءة اللي فيها وكيفية البناء اللي فيها والاقتصاد في استخدام الطاقة وخاصة الكهرباء، الاعتماد على المصادر الطبيعية للإضاءة، الاعتماد على المساحات الخضراء المحيطة بالمصانع سواء كانت كمية الباركينج احنا اماكن ركن السيارات او الملاعب الخضراء المحيطة او الاماكن الترفيهية اللي احنا ممكن العاملين والموظفين ياخدوا فيها اوقات مناسبة، وبالتالي المنظومة كلها بتهدف الى الحفاظ على صحة العمال من خلال بيئة آمنة وبيئة خضراء داخل وصديقة داخل المصانع.